النهاردة كان بالفعل حوار مفتوح مع الشباب وطلاب الجامعة اللي صراحة أثبتوا لي بشكل كبير جدا أنهم على وعي وإدراك بقضايا مجتمعهم وهمومهم. ويمكن كمان تكلمنا عن التغيرات المناخية وأثارها وفي ظل استضافة مصر لكوب 27. حالة وعي النهاردة الشباب كانت بتتكلم فيها أن دورنا وانتشارنا المجتمعي النهاردة إزاي النهاردة وإحنا في الأزهر إزاي يبقى عندنا مواجهة للتحديات الفكرية والأخلاقية والسلوكية للمجتمع. إحنا بنتحرك في كل المحافظات الفترة اللي فاتت بشكل مكثف جدا بكل الفئات، شباب الجامعات، القرى، النجوع، المحليات، النقابات، لكن شباب الجامعات دايما في القلب لان هم الفئه العريضه، هم شباب بكره، هم اكبر شريحه عندها افكار وتطلعات.